أهلا بكم من جديد. حققت شركة ألمنيوم البحرين ألبا إنجازاً جديداً من حيث الاستدامة في توليد الطاقة الكهربائية من خلال تركيب أول توربين غازي في محطة الطاقة 5، وبهذا الإنجاز تصبح الشركة أول مصهر للألمنيوم في العالم يستخدم التوربين الغازية الأضخم والأكثر كفاءة من قبل شركة جي إيه. وقد صرح رئيس مجلس إدارة الشركة الشيخ العيج بن سلمان آل خليفة بأن مشروع خط الصهر السادس للتوسعة يعتبر نقطة تحول بالنسبة لألبا من خلال تطبيق أعلى المعايير الدولية للاستدامة في صناعة الألمنيوم العالمية، وذلك عن طريق استخدام أحدث التقنيات. أكد رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات جيبك الدكتور عبد الرحمن جواهري أن قطاع البتروكيماويات يكتسب أهمية متزايدة مع تسجيل معدل نمو في المنطقة هو الأعلى من المعدل العالمي. وأوضح جواهري على هامش مشاركته في عمل المنتدى السنوي 11 للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات في دبي، أوضح أن هذا النمو يأتي على الرغم من استمرار تقلبات الأسواق واحتدام التنافسية في الأسواق الخارجية، حيث سجل القطاع نموا بنسبة 3.7 في العام الماضي لترتفع بذلك طاقته الإنتاجية إلى 150 مليون طن. وتوقع جواهري أن يستمر نمو القطاع البتروكيماويات على مستوى البحرين والمنطقة في المستقبل المنظور، الأمر الذي سيحول التركيز من المواد والسلع الكيماوية إلى المنتجات المتخصصة. وقعت غرفة تجارة وصناعة البحرين اتفاقية تعاون مشترك مع غرفة التجارة والصناعة البولندية لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التجارة والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. وتشمل الاتفاقية تطوير آفاق التعاون وتنسيق بين الغرفتين في جميع المجالات الاقتصادية، وسيعمل الطرفان على تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية بين ممثلي القطاع الخاص في البحرين وبولندا، إلى جانب تنظيم بعثات تجارية في كلا البلدين من أجل مد جسور التواصل البناء بين التجار البحرينيين ونظرائهم البولنديين، وتحفيز مشاركة الجانبين في المعارض التجارية ومختلف الفعاليات الاقتصادية، بما يهدف إلى رفع مستوى الوعي بالفرص التجارية في كلا البلدين. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل نشرة اقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لإنهاء تعاقدات هذا الأسبوع. أسواق كل من البحرين والكويت والإمارات كانت مغلقة اليوم بمناسبة إجازة المولد النبوي الشريف. الأسواق المفتوحة كانت السوق المالية السعودية التي أغلقت بارتفاع بنسبة تقارب 0.5 نقطة مئوية عند مستوى 7030 نقاط، مدعوما بارتفاع مؤشر قطاعي العقارات والطاقة. أيضا سوق مسقط الأوراق المالية كانت مفتوحة اليوم في تداولاتها وأغلقت بارتفاع بنسبة 0.06% عند مستوى 5109 نقاط، وذلك بسبب تقدم مؤشر قطاعي المال والخدمات. في خبر آخر، أظهرت بيانات رسمية أن الاحتياطية الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربية السعودي ارتفعت في أكتوبر للمرة الأولى منذ يونيو، في دلالة على أن ارتفاع أسعار النفط وخطوات ضبط الإنفاق التي اتخذتها الحكومة يقلصان الضغط على السحب من الأصول. وارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي في أكتوبر ب 8.3 مليار دولار مقارنة مع شهر سبتمبر، لتبلغ نحو 486 مليار دولار خلال الشهر الماضي. وفي التسعة الأشهر الأولى من 2017 انخفض إجمالي العجز في موازنة الدولة بنسبة 40% على أساس سنوي. وبالإضافة إلى ذلك، نجحت الحكومة في تغطية جزء من العجز عبر إصدارات محلية لصكوك في النصف الثاني من العام الجاري. ونبقى في السعودية، حيث بلغت قيمة الادخار الإجمالي في السعودية أكثر من 400 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، بما يعادل 31% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشارت بيانات الهيئة العامة للسعودية للإحصاء أن الادخار الإجمالي في المملكة في نفس الفترة من العام الماضي بلغ أكثر من 290 مليار ريال،
بما يعادل 25% من الناتج المحلي الإجمالي. وتشير هذه الأرقام إلى أن معدل نسب الادخار في الناتج المحلي السعودي قد قفز بنسبة 27%، كما زادت قيمة الادخار بأكثر من 109 مليارات ريال. حلت مدينة دبي في المركز الثالث كأفضل مدن التسوق في العالم وفقا لأحدث تصنيف وضعته مجلة ترافلز آند ليجر ضم 20 مدينة. وجاءت مدينة دبي بعد كل من مدينتي نيويورك وطوكيو متقدمة على مدن تسوق عالمية عريقة مثل باريس وهونغ كونغ، سنغافورة، فلورنسا وميلانو. من جهة أخرى، ذكر تقرير نشرته شركة الاستشارات العالمية نايت فرانك إن دبي مؤهلة لتكون أذكى مدينة في العالم، وأن منطقة الشرق الأوسط أخذت تكتسب سمعة في دمج التكنولوجيا المتطورة في الحياة اليومية. هبطت البورصة القطرية خلال جلستها يوم الثلاثاء الماضي إلى أدنى مستوى في 6 سنوات وسط مخاوف المستثمرين من تحول MSCI صوب استخدام أسعار الصرف في الخارج لتقييم السوق القطرية. وقد تراجع مؤشر السوق القطرية بنسبة 0.4% إلى مستوى إغلاق منخفض جديد في 6 سنوات عند 7734 نقطة. واستخدم مؤشر MSCI أسعار صرف العملة القطرية في الأسواق الخارجية لتقييم الأسهم القطرية، وذلك لصعوبة حصول المستثمرين الأجانب على الريال القطري نتيجة المقاطعة الرباعية للدوحة. النشرة مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. التكنولوجيا الرقمية والسيارات ذاتية القيادة شعار صناع السيارات في معرض لوس أنجلوس الدولي للسيارات. قال مندوب أن أوبك وافقت على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية عام 2018، بينما تسعى المنظمة جاهدة للانتهاء من وفرة المعروض العالمي من الخام وتفادي انهيار آخر للأسعار. وتم التوصل للاتفاق من حيث المبدأ بعد بضع ساعات من المناقشات في مقر أوبك في فيينا. وقال المندوب أن أوبك ما زالت تناقش وضع سقف لإنتاج النفط الليبي المستثنى من التخفيضات السابقة بسبب الإضرابات في البلاد. وتجتمع أوبك المؤلفة من 14 عضوا مع منتجين غير أعضاء بالمنظمة في مقدمتهم روسيا في وقت سابق اليوم للموافقة على قرار تمديد تخفيضات الإنتاج. وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قد أكد على هامش اجتماع أوبك في فيينا أنه يفضل تمديد اتفاق خفض الإنتاج لمدة 9 أشهر. وهذا وأوضح الفالح أنه سيتم تقييم المخزونات لاحقا متوقعا أن تنخفض في الربع الثاني من العام المقبل. كما توقع الفالح أن الطلب على النفط سيزيد مع تسارع الاقتصاد العالمي وأنهم سيكونون جاهزين لتلبية هذا الطلب. في خبر آخر، خيم اللون الأخضر على شاشات البورصة المصرية وحققت الأسهم المدرجة أكبر مكاسب أسبوعية في أكثر من 3 أشهر. ودفعت بعض المحفزات والأخبار الإيجابية وخاصة قرار البنك المركزي المصري بإلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملة الأجنبية للعاملين في مجال استيراد السلع غير الأساسية للشركات. ووفقا لبيانات البورصة المصرية، فقد ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 24 مليار جنيه بارتفاع يزيد عن 3%. إلى الولايات المتحدة، حيث صوتت لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ الأمريكي بالموافقة على إرسال مشروع قانون الضرائب. وقفزت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية لتغلق عند مستويات قياسية مرتفعة مدعومة ببيانات قوية لثقة المستهلكين وأخبار مشجعة من جيروم باول مرشح الرئيس دونالد ترامب لرئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي فيد. كما أنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت بارتفاع بنسبة 1%، بينما صعد مؤشر ستاندرد أند بورس 500 الأوسع نطاقا ب 0.98%. إلى ذلك، تعتزم بورصة ناسداك إدراج عقود بيتكوين الآجلة العام المقبل في محاولة من البورصة الأمريكية الدخول في سوق العملات الرقمية، وذلك بحسب صحيفة وول ستريت جورنال. وتخطط ناسداك إطلاق العقود الآجلة لبيتكوين في النصف الأول من عام 2018 على أن يتم التداول عليها
عبر منصة ناسداك إنرجي فيوتشر NFX. يشار إلى أن عملة بيتكوين قد تراجعت بنحو 2000 دولار بعد أن وصلت لمستوى قياسي تجاوزت فيه 11,000 دولار، وسجلت مكاسب بأكثر من 1000% منذ بداية العام الجاري. نظرة سريعة الآن على أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. أخيرا إلى معرض لوس أنجلوس الدولي للسيارات، حيث تسعى شركات صناعة السيارات إلى تقديم أحدث طرز من سيارات رياضية وفاخرة. وعرضت شركات صناعة السيارات نماذج جديدة لوسائل الإعلام ركزت على التكنولوجيا الرقمية وتقنية السيارات ذاتية القيادة. وأشار صانع السيارات إلى أن المركبات ذاتية القيادة ليست جاهزة بعد للمستهلكين، وما زالت مبيعات المركبات التي تعمل بالبطارية هامشية حتى الآن. وعرضت BMW إصدارها الجديد من السيارات الرياضية الهجينة، فيما أكد رئيسها التنفيذي أن السيارات الكهربائية تشكل جزءاً رئيسياً من مستقبل شركات صناعة السيارات. كما عرضت كل من شركة فوكس واجن وأودي A8 ومرسيدس بنز وتسلا الأمريكية نماذجها المستقبلية والجديدة من السيارات الفاخرة والرياضية. نهاية جولتنا الاقتصادية، ونذكر بأبرز ما جاء فيها. شركة ألمنيوم البحرين ألبا تعتمد نظام توربينات غازية حديثة في محطة الطاقة 5. قطاع البتروكيماويات يكتسب أهمية متزايدة مع تسجيل معدلات نمو في المنطقة هي الأعلى عالميا. أعضاء منظمة البلدان المصادرة للبترول أوبك يتفقون على تمديد خفض الإنتاج حتى نهاية عام 2018. وأخيراً أزمة الريال تهوي ببورصة قطر لأدنى مستوى في 6 سنوات. وصلنا إلى نهاية النشرة الاقتصادية، قدمنا لكم من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين. نذكركم بالتواصل معنا عبر بريدنا الإلكتروني bizdnews@info.gov.bh. شكراً متابعة وفي أمان الله.